اتصدر اسم الفنان رشوان توفيق محركات البحث في جوجل، وده أزمته مع ابنته. وفي نفس الإطار أبدى الفنان حزنه الشديد بسبب رفع بنته وزوجها قضايا ضده، وقال إنه بسبب القضايا دي بيعيش أسوأ أيام حياته. ونشرت مجموعة من الصحف المحلية إن القضية دي هي قضية حجر على ممتلكاته. فيا ترى إيه هي ثروة رشوان توفيق، وإيه اللي خلت بنته ترفع عليه قضية زي دي؟ أهلا بكم، معكم سارة عبد العظيم. في حلقته مع عمرو الليثي اتكلم رشوان توفيق عن أولاده وأحفاده ومدى قرب العلاقة بينهم، لكنه تجاهل تماما بنته آية وابنها، وده اللي جذب انتباه عمرو الليثي علشان يسأله عن سبب تجاهله ليهم. فرد رشوان توفيق عليه بأن في شوية خلافات مع بنته الصغيرة بسبب تحريض زوجها على عصيان والدها، وقال أن الخلاف ده سببه الماديات لدرجة أن زوج بنته خلاها ترفع عليه قضية، وده اللي خلاه يحس بقهر شديد للغاية. وأكد أنه مش هيظلم أي حد من ولاده بما فيهم آية. وقال رشوان توفيق أنه بيعيش حاليا محنة شديدة جدا، وأن دي أصعب أيام حياته، وعلى الرغم من كده بيستمر بالدعاء لبنته، وقال أنها طيبة وأن كل اللي بتعمله بسبب جوزها وبس. وبعد ما أثارت الحلقة جدل كبير، تقدم محامي تطوعا في الدفاع عن حقوق النجم العظيم، وده تقديرا لجهوده الفنية طوال مسيرته. واتكلم النجم القدير عن ثروته وانه وزعها على اولاده بالعدل اثناء حياته وما بخلش عليهم باي حاجه، وقال انه حاليا ما بيمتلكش غير فضل ربنا عليه وموبايل وخط ارضي بيحمل اسمه وبس، والناس فاكره انه بيمتلك ثروه كبيره بما فيهم زوج بنته. ووصف رشوان توفيق اللي بيحصله بانه زي قصه عطيل لشكسبير والامين ياجو اللي جسدهم على المسرح، وكمان قصه الملك لير اللي بتكشف اللي بيحصل للناس بسبب الثقة المطلقة في أشخاص ما يستحقوش الثقة دي. وفي نفس السياق نفت الإعلامية هبة رشوان توفيق اللي تردد خلال الساعات الماضية بخصوص رفع أختها الصغيرة قضية حجر على ممتلكات والدها، وقالت إن أختها ما رفعتش قضية حجر على ممتلكات والدها، لكن في شوية خلافات مالية وعائلية تانية أدت لرفع قضية من أختها، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تانية. وتلقى الفنان مئات الاتصالات بعد الحلقة، وده اللي خلاه يقفل الموبايل بتاعه امبارح علشان مش قادر يرد، وده بعد ما تلقى تهديد من الطرف الآخر بأنه هيقاضيه بتهمة التشهير في حال استمر في الكلام عن الموضوع ده. وقدم للتلفزيون جميع الأدوار منها الشرير والكوميدي والصعيدي والاجتماعي والديني، حتى أنه احتقر الأدوار الدينية في مسلسلات رمضان في فترة من الفترات، وتميز في أدوار الرجل الصعيدي في الضوء الشارد والليل وآخره، وفي مسلسلات التاريخية كمان زي ما ظهر في مسلسل سليمان الحلبي، وشارك كمان في مسلسل صدر سنة 2010 مع أميرة العايدي وشريف منير وزيز البدراوي بعنوان برة الدنيا، وكانت الانطلاقة الحقيقية لي من خلال مسرح التلفزيون. ولما فكر أحمد توفيق في تكوين فرقة مسرحية للتلفزيون علشان تكون بداية انطلاق رشوان توفيق في عالم الفن. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. اكتبوا لنا في رأيكم بخصوص قضية الحجر اللي اتكلم عنها الفنان رشوان توفيق، وإلى اللقاء آخر، دمتم في أمان الله.